استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم في هذا اليوم العظيم، وهو يوم عيد الغدير الأغر، وهو يوم تجديد الولاء لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، بل هو يوم تجديد الولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيته الطاهرين. هي ليست كلمة وإنما بعض النقاط التي تتعلق بالماتم، خاصة في هذه الفترة القادمة إن شاء الله في استقبال محرم الحرام. هناك بعض النقاط أود أن ألفت نظر الأخوة الكرام إليها، يعني الاهتمام بها في خاصة في موسم محرم الحرام. عندي كم نقطة يعني، بس بشكل عام ثلاث أربع نقاط أود أن أشير إليها، وهي بالنسبة إلى المجلس الحسيني في هذا العام. طبعا هناك خطيب العصر الشيخ عبد الكريم المعاميري، وعندنا الخطيب اللي في الليل هو الشيخ عبد الحكيم السندي. هناك طبعا ملاحظة في السنوات الماضية، خاصة مع دخول موسم محرم في موسم الشتاء، تكون العصرية قصيرة، فالحضور العصر مجلس الحسيني يعني يقل سنة بعد سنة. ربما العام القادم، استغفر الله، العام الماضي كان أفضل من سنين لطافة، بس لا أود أن أقول أن أشجع إخواني أن يواظبون على حضور هذا المجلس، لأن الحضور يعني ما أتصور أن اللي ما يحضرون ما عندهم مقدرة أو صعب عليهم لها الحد أنه يحضرون المجلس، خاصة يعني يشتغلون في الحكومة دوامهم للساعة 2:00 2:15، والمجلس بيكون الساعة 4 تقريبا الرابعة، ففي مجال ولو يحضرون يعني النصف الثاني من المجلس. وهو موسم يعني نستنفر فيه 4 إلى 4، فموسم يعني أتمنى يعني من نفسي ومن أخواني أن نكون في حالة استنفار، يعني ما يكون مثلا لازم أنام ساعتين أو ساعة ونص، حتى يقلل النوم ويكون يحضر. لأن بالنسبة للخطيب بعد احنا طبعا في يعني ندفع إليه مبلغ، فحرام أن ندفع للخطيب مبلغ 1400-1500 دينار وبعدين اللي يجون ما يتعدون 30 شخص. فهذه النقطة يعني مهمة جدا، وحتى تعم الفائدة، وهو شكل ما ذكرت موسم يجب أن يكون في حالة استنفار ثقافي في هذا الموسم الكبير. طبعا بالنسبة إلى النقطة الأخرى، وهي في خلال المجلس الحسيني، وأنتم كما تعلمون يعني بتكرر هالمسألة وأنا تردد أن أذكرها طبعا، بس يعني ربما في محرم يجب أن نكون ملتزمين بها أكثر، وهي أبنائنا الصغار يعني يكونون متواجدين، وإحنا ندعوهم للتواجد ونحثهم ونحث آبائهم على جلبهم إلى المأتم. ولكن هناك ملاحظة، وهي أن الأطفال الصغار يكونون في مقدمة المأتم، في صدر المأتم، يعني لين قالك صدر المجلس، إحنا نرى في المرخ للأسف صدر المجلس أطفال يلعبون، يعني هاي أنا ملاحظنها أكثر من في صدر المجلس أطفال يلعبون، بحيث أنهم يعني يشغلون الآخرين، يعني ما نتمنى أنهم يطلعون برا في الشارع، بس أتمنى من الآباء والأخوان يكونون كل واحد يعني يكون جود أو أبناءه أو أخوانه أو أبناء أخوانه، يعني يكون بحيث أنه يكون الوضع مستقر داخل المأتم، خاصة لا يشغل الآخرين. فهذه أتمنى يعني أنه نلتفت إليها.
هناك نقطة بالنسبة إلى الطعام والإسراف في الطعام في موسم محرم. هاي النقطة دائما نكررها وهي الإسراف من ناحية طبعا الأهالي ربما، وهذا خاصة في الليالي يعني يكون ربما التكلف يصير على اللي هو يسوي الميقات، إنه يسوي بكميات كل سنة تزيد يعني، والأهالي ربما بعض يعني الأفراد ما يقدرون هالوضع ويأخذون لهم صفاري كل واحد أكبر من الثانية، خلونها اليوم الثاني الغداء يمكن ما يتعشون، فهذا يأثر يعني لأنه يكسر في النهاية وينحرج صاحب الميقات، يصير في حرج كبير مع الباقين يعني. فأتمنى أن هالنقطة نأخذها بعين الاعتبار، أنه حاول أن كل واحد يأخذ حسب حاجته وحسب الوضع يعني. فربما حتى في المأتم داخل المأتم هي مسألة الإسراف يعني ربما يعني يجب يعني ما ملتفتين إليها بهالمعنى يعني. هناك نقطة أيضا عن النظافة، وأتمنى أن يعني يكون كنا نشارك في مسألة النظافة في المأتم في الموكب في خارج في الشارع، لأن الوضع النظافة للأسف مخزي يعني، في اسمحوا لي أن أقول مخزي في مواسم اللي نقيمها، حتى يعني يمكن ربما عمال بلدية يعرفون أن في تحاريم إذا شافوا وسخ الشارع واجد يوم ثاني يعني. فهذا الوضع يجب أن يكون الجميع على يمين مسؤولية، لا إدارة مأتم وحدها ولا أشخاص، يكون الجميع مشارك فيها يعني، حتى ربما عند المضيف وخارج المأتم إلقاء القمامة على الشارع يعني حالة غير يعني غير حضارية يعني. فأتمنى أن يكون فيها يعني اهتمام في هالجانب. طبعا في نقطة بالنسبة إلى مكبرات الصوت، ما أدري إذا يعني أخذت من أخذكم، بس مكبرات الصوت هناك بعض إحنا حاولنا في هالفترة إن يعني نحافظ على مستوى الصوت ما يرتفع إلى مستوى يعني مزعج، وطبعا في بعض الأفراد يعني نقلوا لنا شكاوي ونحقهم طبعا، وفي بعض الأشخاص الأخوة يعني جاءوا لنا بالعكس قالوا لا ليش ما ترفعون الصوت. هذا طبعا احنا ما يعني هل ربما يكون شرعيا ما لا يجوز ازعاج الاخرين خاصة المحيطين بالمأتم، وربما الا موجه السماعات الى بيوتهم، فارجو من يعني الاخوة ان يتفهمون موضوع ارتفاع الصوت، احنا نقلله خاصة انه الصوت هو اعلام الى الاهالي ان يجون المأتم، بس مو معناه انه لازم يسمعون برا، ما حد يسمع الملة من السماعات الخارجية، السماعات الخارجية مجرد إعلام حق أنه الناس تعالوا دخلوا المأتم الملا قرأ. ربما في البداية أنه يكون الصوت مرتفع، بعدين الشباب في الإعلامية يخفضون عليه يعني، وهذا خارج يعني إرادتنا، لأن هذا الشيء شرعي، إحنا ما نقدر نزعج الآخرين لأن ربما نرتكب محرم وإحنا نعمل في أشياء مستحبة يعني. يعني هذا يعني وديت أن أطرح عليكم. في أمر آخر وهو ربما تطورات المأتم، بالنسبة إلى هناك تطور يعني جديد بالنسبة لأوقاف المأتم، عندنا وقف جنب الملعب قديما يسمونه يلحة الوادي، اللي هو هاي الوقف اللي عندنا مشكلة الحين هي المستأجر، والقضية يمكن ربما أخذت لها 8 سنوات، حاليا كسبنا القضية وهي في مراحلها النهائية، ربما مرحلة تنفيذية، وعما قريب يعني أنا ما أدري كم يبغى لها وقت، بس آخر مرحلة هي طرد المستأجر، وهذه هي أكبر وقف بالنسبة للمأتم، أكبر وقف بالنسبة للمأتم، وأتمنى من الإدارات القادمة أن يكون هاي طرحنا طبعا في الإدارة أن يكون استثمار إلى المأتم، ما نبغي أنه يروح يأخذ مستأجر ويدفع مبلغ بخس أو أنه ما يدفع، لأن في بعض المستأجرين ما يدفعون، فهذا الوقف جدا حساس بالنسبة إلى يعني استمرارية تمويل المأتم بشكل مريح مو متعب نفس اللي يصيرنا في يعني الفترة السابقة، خاصة أنه بيصير فيه بعد مبالغ بنستحصلها من المستأجر وغرامة عليه ربما توصل لمبلغ 10,000 تقريبا،
فأتمنى من الإدارة القادمة أن تأخذ مسألة الوقف كأولوية قصوى يعني، لأن وحنا طبعا درسنا الموضوع في الإدارة أنه أفضل شيء هو إقامة صالات، يعني ربما تحتاج تمويل وهذا إقامة صالات، لأن مسألة أن عندك مأتم وما عندك تمويل إليه يعني مسألة مشكلة تعتبر. عندنا أمثلة يعني مثل مأتم سار عندهم صالات ما يحتاجون حتى يأخذون وقف أو يصرفون من وقفهم لأن عندهم صالات مأجرة. هذا طبعا الأمور اللي تمنيت أن أطرحها عليكم، وأسألكم أن تعذرونا عن أي تقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.